اسوي معاكم الكبسه البريه. عندي لحم غنم بعظمه، رح اسلق اللحمه. طبعا اول شيء بقليها مع شويه بهارات، حب وبصل، ورق غار، دارسين، ثوم، فلفل رومي، كمش قرنفل. هيل قلبتهم هيك شوي، بعدين ضفت المي المغليه وقمت الزفره، وبعدين بس غليت سكرت عليها بطنجره الضغط لمده 45 دقيقه. بعد 45 دقيقه صارت اللحمه عندي جاهزه، وبس هيك بنظبط الملح اخر شيء، طبعا الملح بس تستوي اللحم. وبعدين بنزل الرز المنقوع، انا استخدمت رز بسمتي وشلت المي الزايده وخليتها على نار عاليه على ما بلشت المي تخف عندي. وبس وصلت لهالمرحله خلاص سكرت عليها ووطيتها وخليتها لمده 20 دقيقه، وهلا صارت عندي جاهزه وهيك خلصت. كتير سهله، انا بحبها ليه؟ لانه سهله، بهاراتها خفيفه، بتعتمد على نكهه اللحم، صراحه بتشهي. جربوها، وعلينا وعليكم الف عافيه.